السلام عليكم. اليوم ان شاء الله حلقتنا حنقوم بري الطماطم، وان شاء الله حنتكلم عن برنامج التسميد. فاتمنى قبل ما نبدا الحلقه تعملوا اشتراك للقناه وتعملوا لايك للفيديو، واتمنى تنشروا الفيديو لاكبر عدد ممكن من الاخوه اللي حابه تعرف برنامج التسميد لمحصول الطماطم. طبعا مثل ما تلاحظوا امامكم هذه شتلات الطماطم اللي اتمينا نقلها بعد اسبوع من الزراعة مثل ما تلاحظ أمامكم، وطبعا بدأت تكوين الثمار مثل ما تلاحظ. لاحظنا أمامكم العناقيد، ولسه مثل ما تلاحظوا الخطين مستمرين طبعا في النمو مثل ما تلاحظوا. وطبعا احنا ان شاء الله اليوم حيتم ري الطماطم مثل ما تلاحظ، لو لقينا التربة ناشفة يتم الري. طبعا اسف على صوتي لانه طبعا انا مريض، ولكن حبيت اعمل الحلقه هذه لانه طبعا في حلقات ان شاء الله مهمه في الاسابيع المقبله. اتمنى تشتركوا في القناه. لو لاحظنا امامكم الثمار مثل ما تلاحظوا الازهار، لو لاحظنا امامكم، وهلا حيتم الري. طبعا الري حيتم يعني بالغمر مثل ما تلاحظوا امامكم. وطبعا مثل ما تلاحظوا بدأنا بالري مثل ما تلاحظوا. ان شاء الله حنتابع الفلفل مثل ما تلاحظوا، ان شاء الله حنتابعه. لو لاحظنا امامكم الري يكون بالغمر مثل ما تلاحظ. وبالنسبه للتسميد، التسميد طبعا احنا البارح قمنا بتسميدها بدفعه من سلفات البوتاسيوم، وان شاء الله حيتم التسميد كل اسبوع. كل اسبوع ان شاء الله حنعطي دفعه تنشيطيه للنبات. طبعا احنا اتمينا تسميدها مثل ما تلاحظ امامكم عشان طبعا زيادة في حجم الثمرة مثل ما تلاحظ. لو لاحظنا كل أسبوع إن شاء الله، طبعا الدفعة الثانية إن شاء الله الأسبوع المقبل، وإن شاء الله حنصور حلقة عن كيفية التسميد مثل ما تلاحظوا أمامكم. لو لاحظنا الري مثل ما تلاحظوا بالغمر، وطبعا كذلك حيتم ري الفلفل، وان شاء الله نعمل حلقة يعني بخصوص الفلفل، ان شاء الله نعمل حلقة للفلفل. وطبعا هذه الحلقة بخصوص الطماطم فقط مثل ما تلاحظوا امامكم. ان شاء الله حنتابع الذرة، لو لاحظنا بدأت في النمو ان شاء الله حنتابعها. لو لاحظنا طبعا هذو مخطين مثل ما تكلمت، ولكن يعني لما النبات يعني كبرت غطت المساحة الموجودة ما بين الخطين مثل ما تلاحظوا امامكم. وطبعا في النهاية لو في سؤال أتمنى تكتبوه أسفل التعليقات، وإن شاء الله حنتابع الطماطم لغاية الحصاد، وإن شاء الله حنتابع الفلفل والفاصوليا، وإن شاء الله حنتابع الباذنجان والبطاطا. أتمنى تعملوا اشتراك للقناة أهم حاجة، وإن شاء الله ملتقانا في الفيديوهات القادمة. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.